كيف العمل بها حاليا؟ تم فتح نافذة لحجز مواعيد للتسجيل، وإن شاء الله عن قريب العاجل سوف يتم فتح منافذ للتسجيل للمواطنين. يعني ماكو إشكال، لسه أي واحد يمكن يسجل حاليا. حجز، وإن شاء الله بعد ما تكمل الأعداد ويتم مطابقتها وتدقيقها يتم فتح رابط التسجيل. أستاذ، إذا سألك عن الدفع المسبق، كيف تشوف الإقبال عليه يعني من قبل المواطنين؟ الإقبال ضعيف من قبل المواطنين، هي ظاهرة حضارية، هي ثقافة مجتمع. المواطن المصاوي قليل دا يستخدم البطاقة الوقودية، أكثر شريحة موجودة في محافظة نينوى شريحة الموظفين، سواء كانوا منتسبين بالقوات الأمنية أو موظف مدني، لا يستخدمون بطاقاتهم في آلية الدفع في محطاتنا الحكومية أو الأهلية. نطلب منهم باستخدام هذه البطاقات والتحول من الدفع المالي اليدوي إلى دفع نقدي إلكتروني عن طريق المصارف. هو موجود بكل الدول وموجود بإقليم كردستان، تمام؟ يعني وباقي المحافظات إقبال أكبر من محافظة نينوى باستخدام البطاقة الإلكترونية. كل المحطات الحكومية والأهلية يتوفر بها أجهزة بوس على المضخات، وكذلك قمنا بتحويل آلية تجهيز المولدات عن طريق نظام بطاقة إلكترونية، وكذلك تم نقل بيانات المعدات الزراعية والإنشائية كذلك إلى بوز. سوف يتم إنهاء دفع أي مبالغ يدوية في شركة توزيع المنتجات النفطية فرع نينوى. أستاذ علي، فيما يخص حصة النفط لأصحاب المولدات، حصة الشهر الثالث لفرع نينوى محافظة نينوى للمولدات السكنية أصبحت 15 لتر لكل كيبي نسوة بالشهر الثاني. هذه الزيادة كانت 5 لتر؟ كانت 10 في الشهر الثاني، تم زيادتها إلى 15 لتر حاليا. التجهيز 15 لتر لكل كيفي للشهر الثالث. ايمتى يستلموها ان شاء الله؟ مباشرة تكون استلموها. نعم.